إلينا السيد مطانس شحادي الباحث في مركز مدى الكرمل من الناصرة. سيد شحادي، أهلا بك. أنت تتابع الآن بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وهناك عدة نقاط توقف عندها زميل أحمد بخصوص المقترح الدقيق وأن الحكومة موحدة من أجل استعادة المختطفين. ماذا قرأت في أول رد فعل رسمي على خطاب بايدن؟ مساء الخير. يعني هو اولا رد الفعل اصدار رد في يعني مساء السبت، وهو العطله الرسميه، ودينيا عاده مكتب رئيس الوزراء لا يصدر بيانات يعني في ليله السبت، وهو امر غير مألوف، ولكن بسبب يعني الحدث الذي حصل وخطاب بايدن اضطر رئيس او مكتب رئيس الوزراء الرد، للاشاره ان الخطاب اولا غير منسق بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، وإنما هو على ما يبدو يعني البيان يشير إن هذا تفسير الإدارة الأمريكية للمقترح أو للخطة الجديدة التي يعني وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع القادم. ونتنياهو يعني يصر إنه بالإجماع أو إن الحكومة الإسرائيلية جميعها تتفق على هذه الخطة، وهو نوع ما يريد إحراج شركائه في الحكومة جانس وأيزنكوت اللذان هم في طريقهم إلى خارج الحكومة على ما يبدو. ولكن الأهم أن البيان أو خطاب بايدن لم يكن هناك تنسيق بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، وجاء ربما ليحرج الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولتفعيل ضغط علني على الحكومة الإسرائيلية، لأن كل الأحاديث يعني وراء الكواليس والأحاديث الثنائية والسرية على ما يبدو لغاية الآن لم تؤثر في نتنياهو الذي تملص في السابق من كل الاتفاقيات أو التفاهمات التي كانت بينه وبين الإدارة الأمريكية. هذه الخطوة جاءت تحرج نتنياهو في الساحة الداخلية الإسرائيلية، أيضا الساحة السياسية الإسرائيلية، ولكن أيضا أمام المشهد الدولي، وهذا يزيد عمليا يزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية. أتوقع أنه نتنياهو يعني لن يقبل بهذه المبادرة، واللي هي عمليا كيف قال الرئيس بايدن أنها مبادرة إسرائيلية، ولكن نتنياهو سيضع عراقيل، لأنه بالنسبة له الهدف الأساس هو الاستمرار بالحرب مثل ما صرح عدة مرات. وحتى ولو كان ذلك ثمنه أولا تفكيك أو خروج جانس وأيزنكوت من الحكومة، ولكن الأهم حتى لو بثمن أزمة جدية وحقيقية مع نعم. ولكن سيد مطانس، ألا تعتقد أن يعني في خطاب بايدن إذا صح التعبير هناك ضغط فعلي هذه المرة عندما يتحدث عن مخاطر من أن تزيد عزلة إسرائيل على مستوى العالم، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تقبل بهذا المقترح رغم الضغوط الداخلية؟ ألا يدفع ذلك إسرائيل أو نتنياهو تحديدا ليعيد حساباته من جديد، خاصة أن الولايات المتحدة هذه المرة جدية فعلا في التوصل إلى صفقة وإتمامها؟ أولا مهم الإشارة أن المقترح أو يعني خطاب الرئيس بايدن هذا يعني لا يستجيب لمطالب الفلسطينيين، ولا يؤدي إلى انسحاب كامل لكل الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولكن نحن نتحدث الآن عن الجانب الإسرائيلي. لا، على ما يبدو نتنياهو مستعد أن يذهب حتى النهاية في مواقفه أو التعنت والالتزام بتصريحاته ومواقفه المعلنة التي عاد عليها عدة مرات. يعني نتنياهو لم تكن هذه التصريحات أو الموقف لا زلة لسان ولا خطأ ولا موقف مؤقت، إنما لغاية الآن هو يثابر في هذا الموقف ويضع العراقيل أمام أي يعني التوصل لاتفاق وأي تقدم في المفاوضات، ويصر على استمرار الحرب وأن لا يكون اتفاق يعني نهاية الحرب على غزة. هذا شرط نتنياهو الأساسي، لا يؤدي أي اتفاق مع حماس لنهاية الحرب على غزة. نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب حتى النهاية، وحتى لو كان هذا بثمن أزمة جدية مع الإدارة الأمريكية. وهل يمكن أن يكون للمعارضة أي تأثير الآن انتهاز لهذه الفرصة، طالما أن ذلك قد يؤدي ربما إلى شرخ حقيقي في العلاقة مع الولايات المتحدة، وأن ينتهزها جانس تحديدا هذه المرة؟ نعم، هذا سيؤدي إلى تصعيد في الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، وربما يدفع جانس وأيزنكوت للخروج، يعني يعجل خروجهم من التحالف الحكومي، خاصة بعد تصريحات جانس وأيزنكوت، وربما يزيد أيضا تصعيد الاحتجاج الداخلي الإسرائيلي
لأن عمليا هذه يعني مصادقة من الإدارة الأمريكية أن نتنياهو يرفض التقدم والتوصل إلى الاتفاق، وأن من يعني يضع العراقيل ويضع صعوبات جدية في التقدم هي الحكومة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو وشركائه في اليمين المتطرف. يعني بالنسبة لنتنياهو الحفاظ على التحالف مع اليمين واليمين المتطرف على ما يبدو هو أهم نقطة في هذه المرحلة. وشاهدنا في استطلاعات الأسبوع يعني قبل عدة أيام إن حالة أو يعني هناك ترميم ولو قليل ولو تدريجي وبطيء في حالة نتنياهو في الاستطلاعات. بالنسبة لنتنياهو هذا شيء مهم جدا الآن في هذه الفترة، ولكن نعم سيزيد من الأزمة والصراع داخل المجتمع الإسرائيلي والصراع السياسي، وربما يزيد من حجم وتصعيد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي. وهل تتوقع سيد مطانس أن يخرج كل من سموتريتش وبن غفير بتهديدات علنية لكل الأطراف المناوئة لهما في حكومة الحد؟ يعني ما لا مش بالضرورة، لأن الموقف الصادر عن مكتب رئيس الوزراء يعني يستجيب لمطالب سموتريتش وبن غفير، يعني لا يوجد دافع الآن لدى سموتريتش وبن غفير لخروج بمواقف يعني أكثر تطرفا، لأنه رد الفعل مقبول، رد الفعل مكتب رئيس الوزراء مقبول عليهم لغاية الآن، لم يكن أي تجاوب ولا من قريب ولا من بعيد مع خطاب. بالضبط، يعني الرد يرضيهم لغاية الآن ولا يوجد أي حاجة يعني لزيادة الطين بلة، إلا إذا تصرفوا كما عاهدناه، يعني خاصة بن غفير يعني يحب هذه الشعبوية والظهور شكراً. الإعلامي ربما، ولكن أتوقع أن لا يكون من بذلك الآن. شكرا جزيلا لك سيد مطانس شحادي الباحث في مركز مدى الكرمل من النهار.